السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عايزين نعمل مكعب، بس كل الحواف بتاعته ما تكونش زاوية قايمة، لا تكون فيها انحناء. هنعمل الموضوع ده ازاي؟ بكل بساطة هقول له نيو فاميلي واخليها جينيريك موديل عادي، طيب هبدأ اقول له انا عايز اعمل اكستروشن وعايز اعمل، وبعد كده هستخدم الأداة فيلت أرك ديت أهو. خلينا نغير اليونت لحاجة تكون مفهومة، ده بكام؟ 250. وبعد كده دوت دوت خليها 250، ممكن تعمل له برامتر بحيث لما تعدل فيه تعدل في كل مرة. طيب كده عملنا المكعب، وخلي الارتفاع بتاعه مثلا أي حاجة زي ما تحب يعني، خليها مثلا كده. طيب ناقص بقى إن احنا نشطف، نعمل تنعيم هنا او نخلي ده على شكل محنك. طب هنعمل الموضوع ده ازاي؟ هقول له كرييت واقول له انا عايز اعمل فويد، وعايز الفويد ده يبقى سويب، تمام. وهقول له بيج باص اهوت، ده الباص بتاعي، تمام. وهقول له اوكي بالشكل دوت. ناقص بقى نعمل ايه؟ ناقص ابدا اعمل البروفايل بتاعي. هقول له ايه البروفايل؟ البروفايل ده هيبقى عبارة عن خط كده وخط كده، وبعد كده هنعمل قوس من هنا لهنا، وبرده تكملة الخط ده اهو. وبعد كده هنعمل قوس من هنا لهنا بالشكل دوت. ومن هنا لهنا قوس، وتعمل بقى ايه؟ ترم من هنا لهنا، او من هنا لهنا، او من هنا لهنا بالشكل دوت. هيطلع عندنا بالشكل دوت.